لا لا بيجيني واحد سياسي يقولي بأمنا خداع في خداع وكذب في كذب اتق الله فينا طاردوني أبعدوني ساجنوني عذبوني 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 داروا لي شيء يعني ما صبرش العقل بكر يعني هنات وضرب وفشخ وتعليق ما بيش نحكي عن التعذيب اللي شفته تعرضت لي ضرب وتعرضت لي تعذيب وتعرضت لي لاني مجرم ولاني كذا يعني ولاني داير مصيبة ولاني لا ضربت ولا سبيت ولا كنت مسلح المهم أعطوا أوامر بالرمي بالرصاص على السيارات فخرقوا السيارات كأن احنا موجودين في العراق نبي العدل في القضية هذه قضيتي كان الطيب الصافي يدير المعسكر ويوزع الجلادين ميلاد دمان هو الحارس الأمين في توزيع أدوار الجلادين كان أحمد إبراهيم وعمر شكال والمصطفى الزايدي المتداولين على التعذيب وعلى الإشراف وعلى الترتيبات هل تسمعون ندائي هل تسمعون ندائي أجيب هل تسمعون ندائي هل تسمعون هل تسمعون ندائي في محنتي وبلائي هل تسمعون أنيني ولوعتي وبكائي إن عشت رويت أرضي والنصر لي الظماء وإن قتلت فلا نامت أعين الجبناء الليبيين داروها في برداي حاكمتهم حاكمتهم وعدمتهم عسكريين شفت بالإعدامات زي السلام عليكم في شهر رمضان لا يمني في رمضان لا حرام لا واحد مثلاش حرام هذه كانت عبادة والله العظيم لما صبت فالسكالة لهم مثلاش حرام هذه كانت عبادة والله العظيم لما صبت فالسكالة لهم انت كالفضال حطه في المثل ما في شيء ما في شيء عندي هذه مش حرام ما في شيء أنا اللي كان يبلغ عد الحكم ناخذ زرار ندمر جميع المباني تاعكم اللي بنيتوها قال 20 سنة بيت ما يبعدش ويقول لا نقطع الأرض هو ولده علشان مصلحته نقتل توه مش هلا يعيشوا في سعادة يجي يومين يرب عائلة قال آه نقتله بس عائلته تعيش في سعادة لأن هذا رب العائلة يجري ورا الدولار ورا الفلوس وبايع مستقبلهم وقطع خلاتهم وبنيته يحوش هذه الصورة أنا كان بنحكم عارف هذا ضرر ومشاور حد ناخذ زرار ونحول البيوت هذه كلها وندمرها على الناس اللي بنوها يعني لما نحكم بنفسي سنكون حكم دكتاتوري مطلق وعادل ويقول لكم للجنة بالسلاسل مش يفرشها بالحرير على السكاكين نمشي عرشوك للجنة
واللي ما يمشي ينقض عرب، واللي ما يمشي ينقض عرب. حاجة حلوة ممتازة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كرم الله شهيدا جاد بالروح وشمر، لم يكن يخشى الأعادي لا ولا في الحرب أدبر، فهو في جنات عدن بنعيم الله يفخر. Thank you.